النهاردة في الحلقة الجديدة من حلقات صندوق الأبيض لاعب من لعيبة الزمالك السابقين، واخترته النهاردة للأمانة لأنه أولا صعبان عليا لأنه بشكل عام قلب أبيض، لو تعملت معاه تحب طيب جدا، غلبان بكلمتين يبقى حبيبك وصاحبك، وبكلمتين يزعل منك ويغضب ويديك ظهره ويمشي. مين ده؟ كهربا، محمود عبد المنعم كهربا، الذي وضع نفسه في فخ مش عارف يخرج منه، مش عارف يعمل إيه، لأنه وضع نفسه في وضع صعب جدا. اشتغل على قرارات وجهات نظر ادت الى انه ياخد حكم نهائي زي ما بنقول من الاتحاد الدولي ومن ثم المحكمة الرياضية بغرامة تفوق ل 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك ويتم ايقافه. خلي بالكم احنا في اكتوبر الجاي تكمل الست شهور الايقاف، لكن محدش عارف ايه اللي هيحصل تاني والغرامة هتوصل لايه والعقوبة توصل لايه في حالة ان جه شهر اكتوبر. تعالوا بقى نروح لأسئلتنا في الصندوق الابيض. بسم الله. كهربا كان يشجع الاهلي عندما كان في الزمالك؟ مفيش اي دليل على كده، يعني ما كانش لابس تيشيرت احمر ولا كان بيتزقطط اما بالاهلي يجيب جون، الحاجات دي صعب انك تكشفها. بس بعيدا انه اعترف بعد كده انه اهلاوي، لكن مش معناه انه ما عندوش ضمير، لا كان بيلعب باخلاص واجتهد للامان وعمل شغل محترم جدا في الكونفدراليه اللي الزمالك حصل فيها، وكان يكاد يكون نجمها الاول في هذه البطوله. كان كهربا اداؤه الرائع، والامانه انا كنت متواجد دايما مع الزمالك في سفريات، عشان اقول لكم انه قلبه طيب جدا. صفقه كهربا كانت كيديه في مرتضى منصور بسبب عبد الله السعيد بلا أدنى شك، هذا أمر سليم 100%، رغم عدم اعتراف النادي الأهلي، لأن اعتراف النادي الأهلي بأنه هو اللي وراء كهربا كانت الأمور دخلت في حتة تانية. لكن كلنا عارفين بالعقل بالذكاء إيه اللي يخلي كهربا يمشي من الزمالك وهو كان معروض عليه وقتها تقريبا 15 مليون جنيه، ومصمم إنه يمشي ويعمل حاجات بتاعة العقد ما توثقش والمش عارف إيه، وينقل ويسافر بره ويقعد 6 شهور ويرجع على الأهلي. كل ده معناه إنه طبعا كانت كيدية لا شك في هذا. والنتيجة الكيد ايه؟ النتيجة ايه؟ احكي معايا كده وعرفني. قالك هل كهربا اكثر موهبة من زيزو على مستوى ما يطلق عليه المهارة الفردية؟ ممكن تعتبر كده، لكن على كل المستويات الاخرى زيزو اكثر موهبة من كهربا. كهربا لو كمل كان هيبقى اسطورة اكتر من حازم امام في الزمالك؟ مستحيل. ولا حازم امام مش بس اسطورة، حازم امام عائلة من المشاهير، يعني جد واب والحفيد التلاتة خدموا نادي الزمالك، فممكن ده يتحط تحت صياغة الأسطورة. لكن مستحيل كهربا مهما كان فعل أن يصل إلى عائلة حازم، إلى عائلة إمام، ومن ثم إلى حازم إمام. مصير درع الدوري كان سيتغير لو استمر كهربا مع الاهلي؟ اعتقد انه مصير كهربا كان هيتغير لو ما كانش عمل اللي عمله واتغرم مليون جنيه، ده اللي خلاه يمشي، ده اللي خلاه مش موجود، وخلافاته مع موسيماني من لحظه مباراه القرن او ما يطلق عليه مباراه القرن، اما خد موسيماني تحت دراعه كده وكانه قاعد يكلمه وكان كهربا كان بيكلمه وبيشرح له يعمل ايه، في اللحظه دي انا شخصيا عرفت ان كهربا مش هيكمل وما كملش. هل في اهلاويه بين لعيبه الزمالك الحاليين؟ الله اعلم. ممكن السؤال الناحيه الثانيه، هل محمد شريف زملكاوي؟ هل محمد رضا بوبو اللي النادي الاهلي بيجري وراه تقريبا بيجري وراه زملكاوي؟ الم يعلن هؤلاء انه عائلتهم زملكاويه؟ مش في صور لمحمد شريف وهو بالبندانه بتاعه الزمالك؟ في الاخر بيعمل ايه؟ هداف النادي الاهلي بيجتهد، فما تقدرش تحكم الحكم ده، لكن الجمهور يزعل ولا ما يزعلش؟ يحب محمد شريف ولا ما يحبوش؟ كهربا استكمال مسلسل صفقات الاهلي الفاشله من الزمالك. صفقات الاهلي الفاشله من الزمالك، اعدهم كده مع بعض، يعني اعتقد انه من الصفقات اللي راحت من الزمالك كان معتز اينو ما نجحش، طارق السعيد ما نجحش، مين تاني، شادي، محمد صديق ما نجحش، الحقيقه انه ما نجحوش. وهو كهربا، كهربا على فكره كان ممكن ينجح، لكن لو كان ركز في الملعب وراح بشكل طبيعي، عقده انتهى وخد بعضه ومشي. الاهلي ما بيسيبش ولاده ويدفع فلوس غرامه كهربا ما كان دفعها، ومين قال ان كهربا من ولاده؟ عشان كان ناشئ من الناشئين؟ طب هو مشي من الناشئين ليه؟ ليه راح ساب ناشئين الاهلي وراح ناشئين انبي؟ دي من الاسئله اللي انا مش لاقي اجابه بصراحه. الاهلي حرض كهربا على الانقلاب على الزمالك؟ الحقيقه مفيش اي دليل، ان كان ممكن ناخدها كده بالمنطق، لكن هل هناك دليل؟ مستحيل، ما اقدرش اقول لان ما عنديش حاجه في ايدي، لكن ممكن اشارات، ممكن تتفهم، لكن لا. على فكره ليه السؤال اللي جاي ده الاخير، كهربا في الزمالك كان اهم من شيكابالا؟ هو كهربا كان بيلعب في وقت شيكابالا كان موجود؟ مش فاكر انا الحكايه دي. كهربا كان بيلعب، كان شيكابالا في حته تانية خالص ما كانش موجود، لكنه بلا ادنى شك عند الزمالك وجمهور الزمالك شيكابالا يكسب اي حد كان بيلعب او ما بيلعبش. دي قصه كهربا معانا مره تانية واخيرا. افتكروا ان كهربا ظلم نفسه، وانا صعبان عليا كهربا وحاله لانه عنده 27 سنه لسه بدري عليه وقدامه سنين في كره القدم، لكن مضطر انه يدفع اكتر من 40 مليون جنيه نادي الزمالك عشان يعرف يلعب. اشوفكم في اللي جاي ان شاء الله.